الفيديو ده للبنات اللي سألتني ازاي بعتني بايدي وازاي ايديا بيضة كده. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على الطريقة اللي انا بستعملها لايديا بالظبط كده، وانا بصراحة بعملها مرة واحدة بس في الاسبوع، لان بجد بتفضل محافظة على ايديا فترة طويلة قوي. هقول لكم دلوقتي عليها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش بقى حبايبي لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة، عايزين كومنتات كتير وهرد على كل اسئلتكم ان شاء الله. وبصوا ملمس ايدي ناعم خالص اهو. اول حاجة يا بنات هعملها، هجيب طبق كده ينفع ان انا احط فيه ايديا، معايا هنا لتر مية ان شاء الله مش هطول عليكم الفيديو، تمام. وهضيف معايا النهاردة مكونات حلوة جدا جدا. اول حاجة طبعا ده هيبقى غسول هنقع فيه ايديا، هقول لكم هستخدم ايه، تمام. معايا هنا معلقة كبيرة من الملح، والملح عشان بيشد الجلد وبيخلي اي جلد ميت بيتزال بسرعة من الايد، تمام. وهضيف هنا برضو معايا خل الطعام اللي احنا بنستخدمه في الاكل، هاخد بس هو نص فنجان اهو من خل الطعام، تمام. هضيف معايا كمان معلقتين كبار من النشا او المايوزين او الكورنو فلاور، تمام. المية طبعا تكون دافية مش سخنة، يعني دافية بس اهو. هبدأ بقى اقلب كده النشا مع الملح مع الخل بالشكل ده اهو. دي اول خطوة يا بنات بعملها انا، يعني الوصفة دي بجد حلوة جدا جدا، انا بعملها مرة واحدة في الاسبوع لان ايدي بجد مش محتاجة. فانتي لو ايدك بقى فيها استمرار كتير اعمليها كل يوم مرة واحدة لحد ما تلاقي نتيجة كويسة، اعمليها مرة بقى في الاسبوع اهو. وهبدأ بقى انقع فيها ايديا كده واسيبها يعني لمدة ربع ساعة. ربع ساعة وانتي يعني وانتي حطاها كده تبدأي تدعكي كده بالشكل ده. ولو عندك بقى ليفة من اللي هي الليفة مش الخشنة قوي، لا اللي هي ناعمة شوية، بصوا زي الليفة دي كده. انا طبعا الليفة ديت بجد ما بستغناش عنها خالص اهو. ببدأ البسها كده وبدعك بقى بيها كده بالشكل ده. وفايدة الدعيك ده علشان لو في اي جلد ميت، الجلد اللي بيبقى ناشف بجد هيطلع معاكي وبيخلي ملمس الايد ناعم قوي، تمام. هتفضلي بقى تنقعي ايدك كده وتدعكيها ممكن تلت ساعة نص ساعة، يعني حسب ما انت تقدري بقى تتحملي وتقعدي. وانت رقعاها كده ادعكي بقى المفاصل دي اهو. على فكرة دي مش كل الوصفة، لا لسه هقول لكم بقى بعد كده هعمل ايه. دي اول خطوة اللي هغسل بيها ايدي، وكذلك بقى الايد التانية. خلاص انا مش هعمل بقى قدامكم ايه عشان ما نطولش الفيديو اهو. هنشيل بقى الغسول ده وهبدأ اعمل بقى الخطوة التانية. الخطوة التانية بقى معايا هنا الطبق ده، هبدأ اضيف فيه معايا كيس من البيكنج باودر اللي انا بستخدمه في الكيك. هضيف الكيس كله كده اهو، هنضيفه في الطبق. الوصفة دي تنفع برضو للأرجل، يعني انت برضو لو في اسمرار في رجلك برضو استعمليها، تمام. ومعايا هنا نص ليمونة هبدأ اعصرها على البيكنج باودر كده اهو، تمام. هخلط كده بعد كده بقى معايا هنا الرز المطحون، وده عشان يعمل لي تقشير هاخد برضو منه معلقة كبيرة كده هضيفها. ولو انت بقى عندك مية الورد ممكن تضيفي مية الورد على الخلطة دي، ما عندكش مية الورد حطي مية عادية خالص، يعني زي ما انت متوفر عندك ضيفي اهو. وهبدأ اقلب بالشكل ده. بعد كده بقى معايا هنا حبة من الطماطم، ولو انت مش حابة تستخدمي الطماطم او بتعمل لك حساسية ممكن تاخدي من الخليط ده وتدهيني بايديكي اهو. هاخد كده على الطماطم واشيل من الخلطة بتاعتي دي، واجي بقى بصوا ادعك بقى كده اهو، وافرك واشيل تاني وادعك ايديا كلها اهو.
كده بالشكل ده. ولو مش عايزة تستخدمي الطماطم زي ما قلتلك ممكن يعني تاخدي كده عادي خالص اهو، ونشيل وندعك كده اهو، يعني لمدة 10 دقايق بس كده. اعملي الخلطة ديت وادعكي بيها ايديكي كده اهو. بعد ما نخلص الخطوة دي برجع للغسول بتاعي ايديا ونقعها في الاول، هبدأ اشطف بقى ايديا فيه تاني كده. طبعا بعد 10 دقايق يعني، انا بس عشان نطولش الفيديو هبدأ اشطف ايدي بقى بمية نظيفة، واقول لكم بقى على الكريم اللي هرطب بيه ايديا. بصوا بقى بعد ما شطفتها اهي، هبدأ بقى اعمل دلوقتي الكريم اللي انا هرطب بيه الجلد، لان ما ينفعش ان انا اعمل الماسك ده من غير ما ارطب ايديا، عشان طبعا كان فيه خل وكان فيه ملح، فلازم ارطب ايدي عشان الجلد ما يشدش معايا. هنرطب بايه بقى؟ معايا هنا زيت جونسون بيبي اهو، ولو ما عندكيش زيت جونسون بيبي جامده قوي. ممكن تستخدمي اي كريم مرطب. تمام، هضيف بس معلقه كبيرة كده اهو، وهاخد معايا هنا ربع معلقة من النشا او المايوزين او الكورن فلاور. انا بقول لكم على بجد الوصفة اللي انا بعملها، انا بستخدمها مرة في الاسبوع، لان انا ايديا بجد مش محتاجة، لاني بحافظ عليها على طول وبتجيب نتيجة حلوة معايا. بعد كده باخد بقى كده وبدهن الكريم ده اهو على ايديا كده، شايفين اهو، بدهن بيه بقى كده عشان ايه، الملح طبعا بيشد الجلد اهو. ما تنسوش بقى حبايبي لايك كتير للفيديو، واكتبوا لي كومنتات، ان شاء الله الوصفه تكون فعاله وحلوه بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى لايك كتير، كومنتات كتير، بحبكم جدا 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 يا اغلى حاجه في حياتي. باي باي.